أي شخص يسجل على موقع أمازون كتاجر يواجه مشكلات إيجاد المنتج الملائم لبيعه على الموقع. وفي هذا الفيديو سأطلعك على 6 صفات أساسية لمنتج ناجح على موقع أمازون ينتج لك أرباح. لا شك أكثر سؤال يحير التجار على موقع أمازون هو أي منتج سأبيع على الموقع؟ لقد درست عدة منتجات ناجحة على موقع أمازون ولاحظت عدة صفات تتكرر على غالبية المنتجات هذه. الصفة الأولى هي تقييم المنتج. أي منتج تريد بيعه على موقع أمازون عليك مراقبة المنتجات المنافسة الأخرى في الموقع. إذا تقييم المنتج من 3.5 حتى 5 نجوم أي هذا المنتج مطلوب وبجودة جيدة. من ثم نتفقد ميزة المنتج، ما هي صفاته وما يميزه، وتحاول إيجاد شيء جديد وحصري لكم على هذا المنتج. ابتكروا أشياء جديدة على المنتج، لا تنسخوا المنتج نفسه، هذا لن يفيدكم. الصفة الثانية هي سعر المنتج. أي منتج تريدون بيعه عليكم تفحص سوق المنتج في الموقع. وفضل أي منتج تريدون بيعه أن يتراوح مبلغه للبيع على الموقع من 40 إلى 100 دولار ليس أكثر، لكي يكون لنا فارق ربح كافي. الصفة الثالثة هي عدد المبيعات الشهري للمنتج. من خلال أدوات بحث أسواق يمكننا معرفة عدد المبيعات الشهري للمنتجات المنافسة للمنتج. من خلال عدد المبيعات يمكننا معرفة مدى الطلب على المنتج. فمفضل أن يكون معدل 400 ل600 مبيعات شهريا على المنتج. فدائما اعملوا بحث أسواق مهني. الصفة الرابعة هي عدم وجود أمازون. كما نعرف أمازون يبيع منتجات بنفسه، مهم جدا عند البحث عن منتج أن لا يكون أمازون في الصورة لكي لا ننافسه. المنافسة مع موقع أمازون ممكن أن تسبب لنا الكثير من الخسائر، فتأكدوا عند اختيار منتج أن لا يكون منافسكم هو أمازون نفسه. الصفة الخامسة هي قلة المنافسة. تأكدوا من قلة المنافسة على منتجكم. منتج عليه منافسة شديدة أيضا سيسبب لنا خسائر، فمفضل أن لا يكون أكثر من 4 تجار يتنافسون على منتج شبيه الذي تريد بيعه. الصفة السادسة هي تفاصيل المنتج. ركزوا على اختيار منتج خفيف الوزن وبسيط الاستعمال، خصوصا المنتج الاول الذي تريدون البدء بيعه على الموقع، لان منتجات ثقيلة الوزن قد تسبب غلاء شحن المنتج لمخازن الامازون. وان يكون استخدام المنتج ايضا سهل وبسيط، ان لا يكون منتج معقد نسبيا، لأن منتجات معقدة أيضا قد تسبب نسبة إرجاع عالية وهذا غير جيد لموقع أمازون. في النهاية لإيجاد منتج مع جميع الصفات التي ذكرتها ممكن أن يستغرق وقت. لا تستعجلوا، خذوا وقتكم في تجميع المعلومات لتضمنوا نجاح منتجكم وربح المال منه. لا تنسوا الاشتراك بقناة الأكاديمية لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية والضغط لايك على الفيديو. بالنجاح للجميع.